هو مشهد تعلو فيه الحناجر بالتهليل والترحيب لشغف اللقاء والمعروف محليا الملقى. ففي رحلتها بين قصور تواة تتنقل فرقة الحضرة لقصر تطاف بتظاهرة المبيتة لتكون فرق القصور المضيفة وأهلها بانتظارهم كرمز من رموز الاستقبال وحسن الضيافة. البلد اللي دخلنا لها الملقى، والملقى هي الترحيب بالضيوف اللي جايين. ثم يلتقي مع بعضهم البعض ويتصافحون، المضيف يرحب بالضيف والضيف يفرح بالمضيف. في الملقى يتقابل الضيوف وأهل القصر يرددون كلمات منظومة ومنحونة بين مهلل ومرحب. الكلام لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويا مرحبا بكم، يا مجانا لله، والمقصود هو الله، مولانا يكافيكم والكافي هو الله، مولانا يجازيكم والمقصود هو الله، يا مرحبا بكم، لا إله إلا الله. مسار الرحلة ومحطتها معلومة، يتنقل فيها الموكب بين القصور مرتلا مدائح وأشعار دينية بباحة القصر. الرحلة تبدا من تطاف، من تطاف بعد العصر يخرجوا. دوك يجيو هنايا ويمشيو يباتوا في زاوية بلال، ومن زاوية بلال يباتوا فيها ويهودوا للتلولين، يجيو ويباتوا ويولي عند السيد الحاج عند التتفتحات، ويولي يجي نهار الجمعة يجيو في الزقمير. قصور تفتح أبوابها كل سنة للزوار الوافدين لحضور الملقى والاستمتاع بمدائح الحضرة. الحاجة الوحيدة اللي فيها الميزة أن هذا الشعب الأضراري ولا هذا الأخر اللي راه عايش تواتي، هذا فيه المحافظة على التراث نتاع المنطقة. تراث شعبي ما زال يرسم لوحة فنية من التلاحم والتواصل بين القصور، باحثا عن أقلام توصفه بالبحث والتمحيص والتأريخ.